من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الحديث حول مناظرة ابن أبي العوجاء مع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر الإمام جملة من البراهين التي تثبت أن لهذا الكون خالقا صانعا مدبرا. وقد ذكرنا في الحلقات الماضية بعض هذه البراهين. طبعا كان الحوار والمناظرة في أيام في موسم الحج، فابن أبي العوجاء في اليوم الأول جاء والإمام ذكر له براهين انقطع، ثم جاء في اليوم الثاني وذكر له الإمام براهين فانقطع، فعاد في اليوم الثالث فطرح سؤال وشبهة، لأنه في الأيام الماضية الإمام هو الذي كان يبدأ بذكر البرهان، فأراد ابن أبي العوجاء في اليوم الثالث أن يكون هو الذي يطرح الشبهة، لأن الذي يبدأ بالكلام هو الذي يسوق الكلام بالاتجاه الذي يريده هو، فلعله هو قد فكر في شبهته وفي كلامه، ولعل يتصور أن الشخص الآخر ليس مستحضرا فلذلك يتمكن من الغلبة عليه. ففي اليوم الثالث جاء ابن أبي العوجاء وطرح الشبهة، وحاصل الشبهة أنه ما هو الدليل على أن الأجسام حادثة وليست قديمة. نحن قد ذكرنا في بحث سابق أن الماديين في البداية كانوا يقولون بأن العالم وجد صدفة، بمعنى أنه لم يكن شيء ثم صدفة وجدت هذه الأشياء، لكن هذا كلام جدا سخيف وواضح البطلان. كيف يعقل أن يوجد شيء بدون علته؟ شيء لم يكن موجودا ثم يوجد فجأة بدون سبب. بطلان هذا الكلام واضح حتى للأطفال الصغار ببديهة العقل وبالفطرة. إذا أنت أريت إنسانا شيئا وقلت إن هذا الشيء وجد من غير علة، يضحك من كلامك هذا، بل يقول لابد أن يكون هذا الشيء بهذه الكيفية، هذا الشيء صنعه مثلا رجل خبير أو مصنوع في معمل كذا. لذلك هذا الكلام منهم كان كلام سخيف جدا، لذلك غيروا الكلام إلى الاعتقاد بأن العالم قديم ليس له علة وكان من الأزل موجودا وليس مسبوقا بالعدم. نفس الكلام الذي نحن نقوله بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قديم، بمعنى أنه كان من الأزل ولم يكن معدوما ثم وجد، ليس مسبوقا بالعدم، كان بلا بداية وسيكون بلا نهاية، وذلك لأن العقل البديهي يحكم بأنه لا يمكن أن يكون هذا العالم صدفة موجودا، أن يكون موجودا صدفة، وإنما
الأمر يدور بين شيئين، إما أن نقول أن هناك خالق قديم لهذا العالم، أو نقول بأن العالم هو بنفسه قديم، أحد أمرين. أما أن نقول بأن العالم وجد صدفة فهذا كلام سخيف جدا. زين، فالمادي يقول، أنت تقول، أنت الإلهي الذي تعتقد بوجود الله تقول بأن الله قديم وهو الذي خلق العالم. المادي يقول ونحن نقول بأن العالم قديم ليس له خالق، كما أنك تقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس له خالق، قديم. نحن نقول إن العالم قديم وليس له خالق، هذا كلام المادي. فما هو الجواب عن هذه الشبهة أو هذا الكلام؟ أولا، إن هذا الكلام لا يثبت عدم وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما لو صح هذا الكلام، وليس هذا الكلام بصحيح، لو فرض أن هذا الكلام صحيح، فهنا سيكون احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون ذلك القديم هو الله، والاحتمال الآخر أن يكون القديم هو العالم بدون أن يكون له خالق. هذا الكلام لا يثبت عدم وجود الله سبحانه وتعالى، بل يبقي الأمر في دائرة الاحتمال، فلا يمكن للمادي أن ينفي وجود الله سبحانه وتعالى. أقصى حد بهذا الدليل الذي يقيمه يتمكن من أن يقول أنا لا أعلم بوجود الله، لا أعلم بأن للعالم خالق، لعله للعالم خالق أو ليس للعالم خالق، لا يتمكن من التمسك بهذا البرهان في إثبات عدم وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كانت هناك احتمالات متعددة والدليل لم يثبت أحد تلك الاحتمالات وإنما أثبت الكل فقط، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بذلك الدليل على أحد المصادق. يعني بعد أن ثبت بالضرورة أنه لا يمكن أن يكون العالم موجود بالصدفة بضرورة العقل، فهنا بعد ثبوت هذا الأمر وهذا الكلي، زين نسأل كيف هذا العالم وجد؟ احتمالان، له خالق أو هو القديم. زين، هل يمكن بالاستدلال بكلي أن تثبت أحد الجزئيات؟ لا يمكن. مثل أنه أنت تعلم بأن في الدار إنسان تسمع صوت وحركة بشرية، أنت بهذا السماع لهذا الصوت ولهذه الحركة البشرية تقول أنه قد قام الدليل الحسي على وجود إنسان في هذه الدار. زين، هل هذا الإنسان هو زيد أو هو عمرو؟ تقول لا أدري، يمكن أن يكون زيدا أو يكون عمرا أو يكون شخص آخر. لا يمكن أن تستدل بالكل لإثبات بعض المصادق الجزئية. فنأتي إلى هذا الكلام الذي يطرحه الماديون بأن العالم قديم فلذا ليس له خالق. نقول زين، هل تحتمل أن يكون القديم شيء آخر وذلك الشيء الآخر هو الذي أوجد العالم؟ هذا الاحتمال قائم، فلا يمكن باستدلالك أن تنفي وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما أقصى حد أن تثبت جهلك، لا أدري. هذا أولا. وثانيا، يستحيل أن يكون العالم قديما لما يذكره الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فإذا استحال كون العالم قديما لابد أن يكون القديم شيء آخر هو الذي أوجد العالم، وذلك الشيء الآخر هو الله سبحانه وتعالى. بيان ذلك أن الشيء القديم الأزلي الذي لا يكون مسبوقا بالعدم، يعني لا يكون معدوما ثم وجد، بل كان موجودا ومن الأزل، لماذا هذا الشيء لا يحتاج إلى علة في وجوده
ووجوده أزلي، لأن هذا الشيء وجوده ضروري، أو حسب تعبير المتكلمين وجوده واجب، يعبرون عنه بواجب الوجود، بمعنى أن هذا الوجود ضروري لا يمكن أن يكون معدوما، يستحيل عليه العدم، لأن الوجود ضروري فيستحيل أن يكون مسبوقا بالعدم، يستحيل أن تكون هناك فترة أو زمان أو رتبة لا يكون موجودا ثم وجد، لأن وجوده ضروري. والشيء إذا كان ضروريا وواجبا يستحيل عليه ما يخالف تلك الضرورة وذلك الوجوب. فإذن الشيء القديم الذي لا يكون مسبوقا بالعدم يجب أن يكون وجوده ضروريا واجبا. إذا كان وجوده ضروري أو واجب يستحيل عليه العدم، يعني في المستقبل يعدم، يتحول إلى عدم، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن وجوده ضروري. فإذا كان يمكن أن يتحول إلى عدم، تحوله إلى العدم معناه أن وجوده ليس بضروري، ليس بواجب، لأنه إذا كان وجوده ضروري وواجب يستحيل أن يكون في المستقبل معدوما، أن يطرأ عليه العدم. بل إذا كان واجب الوجود، إذا كان ضروري الوجود، هذا معناه أنه ببداهة العقل وجوده مستمر إلى ما لا نهاية، لأن ضرورة الوجود ووجوب الوجود معناه استحالة طرو وعروض العدم عليه. فبناء على ذلك إذا كان هذا الشيء ضروري من الأزل، الشيء الضروري وجوده من الأزل يمتلك صفات أيضا. أولا موجود، وثانيا له صفات ذاتية، تلك الصفات الذاتية تكون السبب في أن يتمكن وأن يقدر على الخلق. طبعا هذا التعبير من ضيق العبارة، وإنما نذكره لتوضيح ما يقوله الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف. هذا موجود، لكن صرف الوجود لا يقتضي أن يتمكن من أن يوجد الأشياء الأخرى، يجب أن يمتلك صفات ويعبر عنها بصفات الذات، وهذا ما سنتحدث عنه في جلسات قادمة في الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. فعلى كل حال، ضرورة وجوده وأنه هو الذي أوجد الأشياء يقتضي أن يكون عالما، أن يكون قادرا، أن يكون حيا، أن يكون مختارا، هذه الصفات يجب أن تكون معه، بل هذه الصفات تكون عين ذاته، كما سنأتي في المستقبل ونشرح هذه المفردات. زين، فإذا هذا الشيء موجود من الأزل صفاته الذاتية أيضا موجودة من الأزل. لماذا؟ لأن تلك الصفات إذا لم تكن موجودة من الأزل معنى ذلك أنه في المستقبل وجدت هذه الصفات. نسأل، كيف وجدت هذه الصفات؟ هل صدفة وجدت؟ وهذا مستحيل أن يكون معلول بدون علة. الصدفة معناها وجود المعلول بدون علة، بدون سبب، وهذا محال كما هو واضح. هل أوجده هو بنفسه؟ هذا أيضا محال، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، يعني إذا هو ليس بحي كيف يعطي الحياة لنفسه؟ إذا هو ليس بقادر كيف يعطي القدرة لنفسه؟ إذا هو ليس عالم كيف يعطي العلم لنفسه؟ هذا محال، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا الإنسان ليس له مال كيف يعطي المال؟
ومعنى فاقد الشيء لا يعطيه أن لا يكون الشيء تحت سيطرته. فإذا لم يكن الشيء تحت سيطرته كيف يعطيه؟ إذا هو مو عالم كيف يجعل نفسه عالما؟ إذا هو مو قادر كيف يجعل نفسه قادرا؟ إذا هو ليس بمختار كيف يجعل نفسه مختارا؟ إذا هو ليس بحي كيف يجعل نفسه حيا؟ فبناء على ذلك إذا وجود كان ضروري صفاته الذاتية أيضا تكون ضرورية. إذا كانت تلك الصفات ضرورية يستحيل عليها العدم. لماذا يستحيل عليها العدم؟ لأنه ذكرنا أن ضرورة وجود الشيء ووجوب وجود الشيء معناه أنه يكون من الأزل بدون علة. إذا وجود الشيء صار ضروري انعدام ذلك الشيء صار محال، إنه وجوده ضروري. إذا هذه الصفات كانت أزلية كما هي أزلية كما أثبتنا يستحيل أن يطرأ عليها العدم. زين، بعد اتضاح ذاك أن الصفات الذاتية لا يمكن أن تنعدم، سؤال: ما هو معنى التغير؟ معنى التغير نقول الشيء تغير، شنو معنى التغير؟ معناه أن ذلك الشيء كانت له صفة ثم تغيرت تلك الصفة. يعني أفرض طين هنا موجود، الإنسان هذا الطين يجعله في قوالب ويصنع منه طابوق. زين، نقول إن الطين تغير، يعني شنو؟ يعني كان إلى صفة مثلا التسطح، ثم هذه الصفة اللي هي التسطح تغيرت، يعني انعدمت وصارت له صفة أخرى مثلا بشكل المكعب. التغير معناه انعدام صفة وحلول صفة أخرى محل تلك الصفة. يعني إذا الجاهل صار عالم نقول تغير، لماذا؟ لأن انعدم الجهل وتحول إلى علم. حينما نقول الحي مات تغير، يعني شنو؟ يعني صفة الحياة انفصلت من هذا الشخص وحل محل صفة الحياة صفة الموت، لأن الموت أيضا أمر وجودي كما يقول سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة أوجدهما أو قدرهما. فبناء على ذلك التغير معناه انعدام صفة ووجود صفة أخرى بدل تلك الصفة. الآن نأتي للقديم. القديم معناه أن يكون وجوده ضروري، صفاته الذاتية أيضا ضرورية. إذا كانت تلك الصفات ضرورية فالتغير عليها مستحيل، لأن ضرورية واجبة، الواجب لا يطرأ عليه العدم، والتغير معناه انعدام تلك الصفة ووجود صفة أخرى بدلها. فإذا لم تكن تلك الصفة ضرورية معنى ذلك أن هذا الشيء ليس بواجب الوجود، ليس بضروري الوجود، لأن ضروري الوجود معناه أن وجود ضروري من الأزل يستحيل عليه العدم، وصفاته أيضا ضرورية يستحيل عليها العدم. فبناء على ذلك إذا وجدنا شيئا متغيرا تغيره دليل على أنه ليس بقديم، لأن القدم بمعنى استحالة انعدام الشيء واستحالة انعدام صفاته الذاتية، والتغير هو بمعنى انعدام الصفات السابقة ووجود صفات جديدة، أو انعدام نفس الذات وتحولها إلى عدم. فالتغير لا ينسجم مع صفة ضرورة الوجود ووجوب الوجود. إذا اتضح ذلك نأتي إلى هذا العالم. هل يمكن هذا العالم أن يكون قديما؟ كلا. لماذا؟ لأنه متغير.
هذا العالم يعبر عنه بعالم الكون والفساد، كل شيء في هذا العالم يتكون ثم يتحلل يتغير ويتشكل بشكل آخر. لذلك الكلمة المعروفة: العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. هذا البرهان مستنده هذا الكلام الذي ذكرناه، أن التغير لا ينسجم مع ضرورة الوجود، والقديم وجوده وصفاته الذاتية ضرورية. هذا العالم متغير، معنى ذلك انعدام الصفات السابقة ووجود صفات جديدة. كل شيء في هذا العالم متغير، يعني الإنسان إذا يلاحظ نفسه متغير، إذا تلاحظ أي شيء متغير. نعم قد يكون تغير سريع وقد يكون تغير بطيء، يعني في مثلا المحصولات الزراعية التغير سريع، لكن في الحيوانات التغير أبطأ، ولكن مع ذلك هو سريع. الإنسان يتحول من نطفة إلى إنسان صغير ثم كبير ثم يموت ثم يتحلل، يرجع إلى عناصر التراب جسم الإنسان. حتى هذه الكرة الأرضية، الشمس، العلم الحديث أثبت أن المنظومة الشمسية الآن تعيش في فترة متوسطة، يعني حوالي 4 مليارات سنة مر عليها، وباقي منها 4 مليارات سنة أخرى. في ذلك الوقت ستنفجر الشمس وتنتهي هذه المنظومة الشمسية، وعلم الفلك كل يوم ينقل لنا أخبار عن ولادة نجوم جديدة وعن انتهاء نجوم سابقة بانفجارها. فالمادة متغيرة، والتغير صفة ذاتية للمادة، فلذلك لا يمكن للمادة أن تكون قديمة وأن تكون أزلية. انظر إلى كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف: فعاد ابن أبي العوجاء في اليوم الثالث فقال: أقلب السؤال. لأنه في اليوم الأول والثاني الإمام هو الذي بدأ في الكلام، في اليوم الأول الإمام استدل ببرهان، في اليوم الثاني استدل ببرهان آخر، الآن ابن أبي العوجاء جاء هو يريد أن يقلب السؤال، لأن الإمام في اليوم السابق سأل: أنت إذا لم تكن، إذا كنت مصنوعا فبأي صفة كنت؟ الآن يريد يقلب السؤال بأنه ما هو الدليل على حدوث الأجسام؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: سل عم ما شئت. فقال: ما الدليل على حدث الأجسام؟ شنو هو الدليل على أن الأجسام حادثة، يعني كانت معدومة ثم وجدت؟ مقصودة من الأجسام يعني المادة. فقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إني ما وجدت شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا إذا ضم إليه مثله صار أكبر. هذا تغير، يعني أنت الآن خذ حجر أو خذ قطعة من التراب ثم أضف إليها قطعة أخرى من التراب، أو خذ هذا الحجر وضعه في بناء، يعني ضمه مع مجموعة أحجار، يصير أكبر. كل شيء سواء كان صغير أو كبير إذا ضم إليه شيء آخر يصير أكبر. الإمام ده يستدل بالتغير، يعني هذا الشيء يتغير عما هو عليه. قال: إني ما وجدت شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا وإذا ضم إليه مثله صار أكبر. وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى، يعني تغير الصفة الأولى أنه كان صغيرا، الصفة الثانية أنه كبير. ولو كان قديما ما زال ولا حال. إذا هذا الشيء الجسم كان قديم، وجود ضروري، صفاتهم ضرورية، إذا كان قديم صغره أيضا يكون ضروري.
فكيف يتغير من صفة الصغر إلى صفة الكبر؟ هذا معنى ذلك أن هذه الصفة ليست ضرورية، فإذا لم تكن صفته ضرورية أصل وجوده أيضا ليس بضروري، ولو كان قديما ما زال ولا حال، لأن الذي يزول ويحول، يزول يعني ينعدم، يحول يعني يتغير من حالة إلى أخرى، يجوز أن يوجد ويبطل. هذا الشيء اللي يتغير من أنواع التغير أنه يزول يبطل ينتهي ينعدم، هذا أيضا من أنواع التغير، لأن التغير ليس خاص بتغير في الصفات، التغير أيضا يجري في أن الشيء الموجود يتحول إلى عدم، يصير معدوم، هذا هم نوع تغير. إذا جاز عليه التغير، التغير يجوز في كل شيء، فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث، وفي كونه في الأزل دخوله في العدم. يعني هذا التغير من الصغر إلى الكبر، من الوجود إلى العدم، هذا معناه أنه ليس بأزلي، لأنه لو كان أزلي كان ضروري الوجود، إذا كان ضروري الوجود معنى ذلك أنه يستحيل عليه العدم. زين، هذا هو البرهان الذي أقامه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في جواب هذه الشبهة المادية. هنا ابن أبي العوجاء أراد أن ينقض كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال أنه لنفرض أن هناك عالم، هذا العالم لا يمكن الأشياء الصغيرة أن تتحول إلى أشياء كبيرة. هسه في عالمنا الآن الأشياء الصغيرة تتحول إلى أشياء كبيرة، لكن لنفرض أن هناك عالما، هذا العالم لا تتحول فيه الأشياء الصغيرة إلى أشياء كبيرة، بل تبقى على حالتها، فهي من الأزل كذلك إلى الآن. زين، الإمام عليه الصلاة والسلام أجاب ابن أبي العوجاء، لأنه هو في الواقع لم يفهم بدقة مقصود الإمام عليه الصلاة والسلام كما الآن سنبين. فالإمام عليه الصلاة والسلام أجابه بعدة أجوبة. جواب الأول، إحنا نتكلم حول هذا العالم، نتكلم حول وجودنا، نتكلم حول هذه الأرض والشمس والقمر، نحن نقول بأن هذا العالم الموجود مخلوق ونحن مخلوقون، فلا بد أن يكون لنا خالق أزلي لا يحتاج إلى شيء، صفاته الذاتية أزلية لا تتغير. هذا المقدار من إثبات التغير في أنفسنا وفي العالم الذي نعيش فيه يكفي في إثبات حدوث هذا العالم. زين، فلذا لا تتمكن أنت المادي أن تقول بأن هذا العالم ليس له خالق، يجب أن تقر بأن هذا العالم له خالق، هذا أولا. تقول لنفرض أنه رفعنا هذا العالم ووضعنا عالما آخر بدل هذا العالم، لا تتحول الأشياء الصغيرة إلى كبيرة، يعني لا تتغير أوصاف الأشياء. نقول زين، من هو الذي رفع هذا العالم ووضع بدله عالم لا تتغير الأشياء فيه؟ زين، هو هذا الدليل على إثبات قدرة الخالق أنه يتمكن من رفع هذا العالم وتغييره إلى عالم آخر، هذا ثانيا. وثالثا، روح الاستدلال وجوهر الدليل وحقيقته هو في إمكان التغير وليس في حدوث التغير. واجب الوجود يعني الذي يكون قديما أزليا ووجوده ضروري، هذا يستحيل عليه العدم. يعني حتى أنت عندما تفكر في فكرك لا يمكن أن تصفه بالعدم، لأنه لو وصفته بالعدم فهو ليس واجب الوجود وليس قديما وليس ضروريا،
بل أنت توهمت شيئا في ذهنك ثم وصفت ذلك الشيء بالعدم، والشيء اللي تتوهمه في ذهنك ليس هو الخالق، هو مصنوع إلى ذهنك، أنت بذهنك صنعت ذلك الشيء. فإذن إذا في وهمك، في فكرك، في ذهنك تصورت إمكان تغير شيء، إمكان التغير دليل على حدوث ذلك الشيء. لنفرض أنه في الخارج لم يتغير، يعني لنفرض أن الله سبحانه وتعالى خلق نجما مثلا، هذا النجم لا يتغير، ليس بقابل لا للزيادة ولا للنقيصة، لكن نسأل هل كان يمكن أن يتغير أو لا؟ نفس الإمكان دليل على حدوثه بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى في فكرك لا يمكن أن تصفه بالتغير، لماذا؟ لأنه إذا وصفته بالتغير فهو ليس هو الله، ليس هو الخالق. الخالق هو ما لا يوصف بالتغير حتى في الذهن. ولذلك في الحديث كل ما تصورتموه بأذنهانكم في أدق معناه فهو مخلوق مردود إليكم، مخلوق مثلكم مردود إليكم. أنت إذا تتصور في ذهنك هذا التصور خيال يأتي في ذهنك، هذا الخيال ليس هو الله، هذا خيال ذهنك أنت صنعت بذهنك. فإذا أنت فرضت خالقا متغيرا فهو ليس بخالق أصلا، هذا تصورك تصور لشيء متناقض. فعلى كل حال البرهان هو في إمكان التغير، فتحصل أنه الجواب الأول أنه نتكلم حول هذا العالم وليس حول عالم آخر. ولو فرض تبديل هذا العالم إلى عالم غير متغير فهذا التغير دليل على أن الخالق المغير هو القادر، هو الخالق. وثالثا روح الاستدلال في إمكان التغير وليس في وقوع التغير. فلنفرض أن الله سبحانه وتعالى خلق أشياء لا تتغير، لكن هل كان يمكن أن تتغير أم لا؟ نعم يمكن أن تتغير، فالمادة يمكن أن تتغير، فلذلك هي مخلوقة، لأنه يمكن أن يطرأ عليها العدم. فإذا أمكن طرو العدم عليها ليست ضرورية الوجود، يعني بعقلك أنت تحكم بأن هذه يمكن أن تتغير، فإذا أمكن أن تتغير فهي ليست ضرورية الوجود، فإذا لم تكن ضرورية الوجود، لم تكن واجبة الوجود، لا يمكن أن تكون من القدم، بل يمكن أن يعرض عليها العدم. لذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ فقال العالم عليه السلام، يعني الإمام الصادق، فقال العالم عليه السلام: إنما نتكلم على هذا العالم الموضوع، هذا العالم اللي أمامنا، نتكلم عن أنفسنا، نحن مخلوقون وهذا هو الذي نريد أن نثبته. هذا أولا. ثانيا: فلو رفعناه ووضعنا عالما آخر بدل هذا العالم كان لا شيء أدل على الحدث من رفعنا إياه ووضعنا غيره. هذا دليل على الحدث، أنه أنت ترفع هذا العالم يتغير، ينعدم هذا العالم ويوضع غير بدله، نفس وضع غير بدله، معناه أن ذلك الغير أيضا متغير لأنه لم يكن موجودا ثم كان. فهذا دليل على الحدوث سواء في هذا العالم أو في ذلك العالم المتوهم. ولكن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول أرد أجيبك بجواب اللي هو روح الجواب. الإمام يقول إن الأشياء لو دامت على صغرها، نفرض أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء بطريقة أن تبقى صغيرة لا تتغير، لا يمكن أن يضم إليها شيء حتى تصير أكبر، هذا في الخارج. لكن في ذهنك هل يمكن أن تتصور وأن تحكم عليها بإمكان التغير أم لا؟ نعم، لو دامت على صغرها لكان في الوهم، يعني في الذهن،
أنه متى ضم شيء إلى مثله كان أكبر، صح لو لا؟ نعم. وفي جواز التغيير عليه خروجه من القدام، يعني بمجرد أن يمكن أن يتغير فمعنى ذلك أنه ليس وجوده ضروريا، كما أن في تغيره دخوله في الحدث، يعني كما أن التغير دليل على أن هذا شيء حادث، إمكان التغير أيضا معنى أن هذا الشيء ليس ضروري الوجود لذا أمكن التغير فيه، ولو كان ضروري الوجود لما أمكن التغير فيه إطلاقا. ولذلك الله سبحانه وتعالى نحن نعتقد بأن الله لا يتغير، الله سبحانه وتعالى من الأزل وإلى الأبد لا يعرض عليه التغير، وإذا هناك تغير فالتغير في المخلوقات، أنا أتغير، هذا العالم يتغير وهو مخلوق، أما الله سبحانه وتعالى فليس محلا للحوادث. ولذلك الصفات التي هي صفات الفعل في الحقيقة هذه مرتبطة بالإعمال العلم والقدرة في المخلوق وليس تغير في الله سبحانه وتعالى. وإذا في القرآن وفي الروايات ورد أن الله سبحانه وتعالى يغضب، ليس المقصود أن الله يغضب كغضبنا، لأن غضبنا كيفية نفسانية، الإنسان يرى شيء ومنظر مغضب فيصير انفعالات نفسانية فيه فيغضب. الله سبحانه وتعالى ليس جسم وليس متغير حتى يغضب كغضبنا، ليس كمثله شيء، فغضب الله ليس كغضبنا، وإنما غضب الله سبحانه وتعالى بمعنى عقابه، يعني الله سبحانه وتعالى يعاقب العاصي، هذا العقاب يعبر عنه بالغضب، فغضب الله ليس كغضبنا. أو رضا الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم، رضا الله بأي معنى؟ يعني مثلنا، أنا كنت ساخط ثم وجدت شيئا فتحول السخط إلى رضا، هذه حالة نفسية، الله سبحانه وتعالى ليس له كيفيات نفسانية، ليس له كيف، وإنما رضا الله سبحانه وتعالى بمعنى الثواب. طبعا هذا الثواب درجات، قد يكون ثواب مادي أو كالمادي مثل الحور والقصور والجنان، وقد يكون ثواب معنوي الذي يعبر عنه في القرآن ورضوان من الله أكبر، اللي هو ثواب معنوي، لكن ليس معنى ذلك أن الله تغير طرأت عليه حالة، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى غضبه فعله بمعنى العقاب، ورضاه فعله بمعنى الثواب، قد يكون ثواب مادي وقد يكون ثواب معنوي باختلاف درجات الثواب والعقاب. طبعا هذا بحث مفصل وسيأتي إن شاء الله في البحوث القادمة، بأن الله سبحانه وتعالى حيث إنه ليس متغير، كل هذه الصفات التي في الإنسان صفات متغيرة ليست تلك الصفات بذلك المعنى اللي في الإنسان هي في الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء، الله يغايرنا في كل شيء سواء في ذاته أو حتى في صفاته، وإنما تلك الصفات صفات الفعل، وتفصيله سيأتي إن شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا الحديث يقول فانقطع وخزي، يعني ابن أبي العوجاء لم يجد طريقة لدحض هذه البراهين وهذه الحجج، لكن الرجل كان معاندا، والمعاند كلما أقمت له آية وبرهان ودليل لا يتمكن من الجواب لكنه يبقى معاندا، كما أن المشركين في زمن الرسول وكذلك المشركون في زمن الأنبياء يرون الآيات والبراهين لكن مع ذلك ما كانوا يؤمنون، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى يروا العذاب الأليم،
ما يؤمنون بها عنادا تكبرا حسدا وما إلى ذلك من الرذائل الأخلاقية التي تصد الإنسان عن اتباع الحق. لذا عبد الكريم ابن أبي العوجاء لم يؤمن ورجع، لكن في العام القادم أيضا جاء إلى الحج، والإمام عليه الصلاة والسلام كان موجودا في الحج أيضا، فشاف الإمام زين. عندما الإمام رآه قبل ما يأتي ابن أبي العوجاء إلى الإمام، بعض أصحاب الإمام قالوا لقد أسلم ابن أبي العوجاء، أسلم ابن أبي العوجاء لقد أسلم. الإمام قال هو أعمى من ذلك، لا، هذا قلب مطبوع بالسوء تصرفه بعناده، هو أغلق على نفسه باب الهداية. فلما قرب من الإمام عليه الصلاة والسلام قال له العالم ما جاء بك إلى هذا الموضع، أنت ملحد ليش جاي إلى الحج؟ فقال عادة الجسد متعود أن كل سنة أسافر سفر نزهة، وسنة البلد، البلد الناس المستطيعين كذا يأتون للحج أنا هم أتبعهم، حشر مع الناس عيد، ولننظر ما الناس فيه من الجنون والحلق ورايب رمي الحجارة حتى أشوف جنون الناس. شوف هذا الملحد، المعاني السامية الموجودة في الحج ليشهدوا منافع لهم يعبر عنها بالجنون زين. والآن كثير من الملحدين أو المتأثرين بالملحدين يصفون كثير من الممارسات الدينية بهذه الأوصاف، لأنه هو أعمى، هو لا يتمكن من رؤية الحق والحقيقة، فلذلك يصف الذين يتبعون بالحقيقة بالتخلف والرجعية وعدم الفهم وما إلى ذلك. فقال له العالم عليه السلام أنت بعد على عتوك وضلالك يا عبد الكريم، أنت لازلت ظالم، لازلت معاند على الحق زين. عبد الكريم بن أبي العوجاء أراد أن يبدأ بمناظرة أخرى، فالإمام لم يعر له أهمية. ليش؟ لأن الآية تقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. طبعا أهل الكتاب كمثال مذكور في هذه الآية، الإنسان يجادل بالتي هي أحسن، بس إذا صار معاند أنت ألقي له الحجة واترك الجدال معه، لأن هذا الجدال تضيع للوقت لا يفيد، لأن هذا معاند. المرة الأولى ألقيت الحجة عليه، إذا طارح شبهة متأثرين بناس حتى لو هو معاند أنت تناقشه لا لكي يتأثر، بل لإلقاء الحجة عليه ولكي يتأثر الآخرون الذين تأثروا بشبهاته. لكن إذا ما بفائدة لا إلى ولا إلى الآخرين، لأنه الذين كانوا معه في العام الماضي أسلم بعضهم اللي كان قابل للهداية، في هذا العالم في هذا العام لا هو يرجى إسلامه ولا الذين بقوا على عتوهم معه يرجى إسلامهم، فلماذا يناقشون؟ لماذا يحاورون؟ الحوار مع الإنسان العاقل أو لإتمام الحجة، هذا إنسان ليس بعاقل، هذا معاند، فليس الجدال معه إلا تضييعا للوقت. فالإمام ما جادله، لأنه إذا الحجة ألقيت في العام الماضي ففيها الكفاية، إذا كان قابل للهداية كان يهتدي. لكن الإمام عليه الصلاة والسلام كرر أحد الأدلة بشكل مختصر وهو في الطواف. بعد ذلك المدة التي الله سبحانه وتعالى أعطاها لهذا الملحد انتهت. الله عز وجل يقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، في آية أخرى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله يعطي مهلة، إنما نملي لهم يعني نعطيهم المهلة ونعطيهم الإمكانيات زين، والعاقبة بدال ما يستفيدون من هذه المهلة
وهذه الإمكانيات لكنهم يزدادوا إثما. هذه لام العاقبة، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني العاقبة تكون أنهم يرفضوا الآيات فيزدادوا إثما، مثل هذه الآية: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون عندما أخذوا موسى وهو كان في التابوت ما أخذوه لكي بهدف أن يصير عدو لهم، أخذوه لكي يتخذوه ولدا، لكن العاقبة أنه صار عدوا لهم وكان سببا لحزنهم لأنهم عتوا عن أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك هنا: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني العاقبة إثمهم يزداد بهذا الإملاء. فإذا انتهت المدة، الحجة أقيمت، المدة انتهت، الله سبحانه وتعالى ينزل عذابه عليه. يقول: فأقبل عبد الكريم على من معه فقال: وجدت في قلبي حزازة، يعني ألم، يبدو أنه أحس بألم، جاءته سكتة قلبية أو توقف في القلب أو أي شيء من هذا القبيل، إما بسبب كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، وإما لأن المدة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إليه انتهت، فردوني، فردوه فمات. لا رحمه الله، لأن إنسان كان معاند، فهذا الإنسان المعاند يستحق العذاب الأليم. إلى هنا ذكرنا في عدة حلقات مجموعة من البراهين التي أقامها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. هذه البراهين تضم إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتسبب أن الإنسان كما بفطرته يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى أو يعلم بوجود الله، كذلك بعقله أيضا يؤمن بوجود الله أو يعلم بوجود الله، لأن الفطرة إما غير العقل أو هي مرتبة من مراتب العقل. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.